صباح الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج روشتة كير زون. حلقتنا النهاردة عن حشو العصب. معنا ومعكم الدكتور مهاب حسن، أخصائي جراحة الفم والأسنان. أهلا بك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله، تمام. نبدأ حلقتنا بإذن الله إن شاء الله. بداية كده يا دكتور، إيه هو تسوس الأسنان؟ ماشي، قبل ما نتكلم بس عن تسوس الأسنان أحب أتكلم عن تكوين السنة نفسها. تمام. السنة نفسها بتتكون من جزئين، جزء علوي تمام ده اللي بيبقى باين في الفم، وجزء سفلي عبارة عن جذور. ممكن نشوف صورة توضيحية؟ في صورة توضيحية. ممكن صورة توضيحية. تمام. جزء في الجذور، تمام، بيبقى متحوط عليه، متغطي بعظم وفوقيه لثة. تمام تمام. موجودة دلوقتي على الهواء. اوكي. دي حالة حشو عصب، مش شكل الضرس. في برضه صوره عندكم هنا اللي هو الشكل، انا الشكل العام بتاع الضرس. تمام. الجزء العلوي بقى ده اهم حاجه عندنا، ده اللي بيتعرض اول حاجه للتسوس. بيتكون من طبقات. الطبقه الاولى اللي هي الانامل او المينا. تمام. دي اقوى طبقه يعتبر موجوده في الجسم اكتر. ايوه زي من الصوره واضحه كده. تمام. المينا دي اقوى طبقه في الجسم، واقوى من العظم كمان. بتحتوي على معادن كتير جدا، وفيها مواد مقاومه للتسوس. تمام. وهي كمان يعتبر لونها ترانسلوسنت، شفاف. تمام. تمام. يجي بعدها بقى الطبقه الثانيه اللي هي الدنتين او العاج. الطبقه دي بتبقى اضعف شويه. تمام. ممكن يحصل لها اختراق عادي، لو يعني لو التسوس عدى الطبقه الاولى بيبقى اسهل شويه يعدي في الطبقه الثانيه اللي هي الدنتين. تمام. وبعد ما بيخش بقى دنتين بيعديه بالطبقه اللي تحت، بيبدا العصب. وهو العصب بقى تحت عباره عن اوعيه دمويه وانسجه. تمام. وبتبقى كلها هي المصدر التغذيه بتاع الضرس او السنه. تمام. ومصدر الحيويه للضرس. العصب او الجذور. او الجذور. تمام. هي الجذور نفسها بيبقى فيها قنوات عصبيه. عدد مختلف، ممكن يبقى فيه عصب واحد او اتنين او تلاتة، كل الضرس بيختلف. تمام. الجذور دي العصب نفسه يعتبر هو مركز الاحساس جوه الضرس، يعني هو اللي بيحس بالسائع، بالسخن، بالضغط مع الاكل، مع الكلام ده كله. لما نشرب ميه ساقعه مثلا. بالظبط بالظبط، هو ده اللي بيوصل الاحساس للخلايا المخ. طب هل الميه الساقعه بتاثر فعلا على العصب؟ بتأثر على العصب من ناحية لو في تسوس. يعني التسوس بقى لو بيحصل مفيش ازاي؟ تسوس ما يأثرش إلا لو في سنين حساسة. يعني أي حد بيشرب مية ساقعة وكده يبقى فيه تسوس؟ مش شرط، ممكن لو واحد في حد من الناس بتبقى سنة حساسة بتتأثر بسرعة بالمية الساقعة. تمام. وليها طبعا علاج معين، ممكن تبقى زي معجون أسنان موجود دلوقتي في السوق. تمام. معمولة لحالات الأسنان الحساسة. تمام. او في حاجه اسمها دنتال سبلنت، حاجه كده زي طق بيتحط ماده، مستحضرات كلها موجوده في الصيدليات عادي. تمام. بيتحط ماده دي وبتتحط جوه فوق السنين، وبعد ما بتخلص بتشيلها بتمضمض وبس. دي للسنين الحساسه يعني. تمام. التسوس بقى، ارجع لنقطه بيحصل ازاي. التسوس عندنا لازم يعدي من كل الطبقات اللي احنا اتكلمنا عليها دي. تمام. يعدي اول حاجه طبقه المينا اللي هي الانامل القويه جدا، بعد كده تسلسلا يعدي الدنتين، ثم يوصل العصب. تمام. ده حاجه كده يبقى في اخر التسوس ده كده متاخر خالص. وده اللي بيفرق بقى، يعني العيان الاول بيبقى حاسس، بيقول لك في وجع عندي مع الميه الساقعه، مع الهواء الساقع. تمام. لو العيان طنش بتخش في المرحله الثانيه. الميه الساقعه، الهواء الساقع، الميه السخنه والضغط. تمام. طنش زياده بيحصل بقى ايه، زي تعفن للعصب. تمام. ويبدا يحصل ورم، ويجي بقى العيان وهو منتفخ، وشه وارم كده جامد. فطبعا المفروض يعني العلامات اللي هي الوجع مع الساعه ده اول ما العيان يحس. ده حاجه غير الخروج خالص. الخروج ممكن، ما هو الخروج بيبقى سوالون، يعني في كده تحت انفاخ وفي باص صديد. تمام. هو ده الخروج. بس ده بيبقى واصل بقى اخر مراحله. يعني لو العيان الاول بيقول لك اخد مسكن تمشي شويه، فاكر اللي هو خف، لا بيزيد الحوار. اغلب الناس بتمشي بالمسكن. ما دي حقيقه، ده غلط طبعا. فلازم لو يلحقوا في الاول وهو في وجع مع الميه الساقعه يبقى ده احسن طبعا. اغلب الناس بتقول لك بخاف من الحقن. هو طبعا في دي مشكله طبعا بتقابلنا كبيره جدا، بس بيبقى في حاجات بقى اسهل، يعني مثلا في كريم الاول زي جيل كده بتحط على اللثه، لو بتقلل يعني زي بنج موضعي. يعني اقول لهم ما تخافوش؟ ما تخافوش، لا ما فيش حاجه خالص. تمام. تعريف العصب ايه؟
العصب هو عبارة عن قنوات دموية وأنسجة رقيقة جدا موجودة جوه الضرس، كل ضرس ليه عصب لوحده. تمام تمام. وزي ما قلت دي عبارة عن دي اللي بتنقل النيوتريشن التغذية للضرس. تمام. يعني بتبقى هي بتنقل زي الكالسيوم وكل المواد دي بتديها للضرس، وبتدي السلم اللي الضرس بتدي له زي الحيوية بتاعته. تمام. تغذية. التغذية بالظبط. وحاجة مهمة كمان فيها جدا اللي هي زي ما قلت لك مركز الإحساس، يعني هي اللي بتقول الضرس ده فيه مشكلة، بتنبه العيان لا لازم تروح لدكتور او الكلام ده كله يعني. تمام. طب بالنسبه للحشو العصب، تمام، تعريفه بسيطا كده. اوكي. احنا متفقين ان كل جذر فيه عصب ممكن او عده عصب. بالظبط. تمام. اذا ايه هو بقى حشو العصب؟ فكره حشو العصب عباره عن ايه؟ هو عباره عن الازاله الكامله لكل محتويات الجذر من اوعيه دمويه، من بكتيريا، من دم. تمام. تمام. وتنظيفه. تمام. وتنظيفه تماما وتطهيره بماده اسمها صوديوم هايبوكلورايت. دي تمام. ماده فعاله وماده قويه جدا بتنظف الجذر. ثم يجي بعد كده بقى الخطوه بتاعه حشو الجذور نفسه بماده اسمها جات بيركا. تمام. دي بتبقى فيها ماده فعاله زي القرنفل. تمام. لازم اهم حاجه احكام غلق القنوات، لازم تبقى القنوات كلها. لو في صور عندنا ممكن صوره بيبقى الصور دي بيبين بقى ان القنوات ازاي بتبقى مغلقه كلها من الاول للاخر. تمام. تمام. وبعد كده بقى لو الضرس مثلا كان فيه مشكله كبيره، مكسور مثلا او يعني متكسر من كذا ناحيه، زي الصوره الواضحه دي. تمام. يعني القنوات مثلا كلها محشيه لحد الاخر، الابيض ده العيدان البيضه دي كلها عباره عن حشو العصب. بتبقى واصله لازم لاخر القناه عشان ما تديش بعد كده مساحه ان البكتيريا تعيش جوه. تمام. ولازم تبقى مطهره كويس جدا ومفيش اي بكتيريا جوه، يعني بعد كده بتعمل مشاكل. دي هنا صوره ثانيه لجدرين وفي قناتين في كل جذر. تمام. كل الحاجات دي لازم يعني الشروط دي لازم تتنافس من الدكتور عشان ما يحصلش بعد كده اي وجع او اي مشاكل. اي مضاعفات. بالظبط. طب ايه هي مضاعفات حشو العصب؟ مضاعفات حشو العصب، هو اولا يعني بعد الجلسه عامه، بعد اي جلسه حشو عصب بيبقى المريض حاسس عنده ممكن بوجع من يومين لمده 14 يوم. اسبوعين. مش شرط، مش كل الحالات. ده طبيعي. ده طبيعي. ومش كل الحالات، حالات وحالات. تمام. ايه السبب بقى في اللي بيخلي فيه وجع من يومين ل 14 يوم دي؟ السبب ان احنا في جهاز، احنا الاول كان فيه الاول ابر. تمام. زي ابر رفيعه دي بتدخلها وننضف بيها العصب. دلوقتي بقى في برضو اجهزه اللي هي الروتري دي، بتنزل بتنزل بتوسع القنوات وتعمل لها زي شيبنج، تعمل لها شكل معين. تمام. اللي هو كونيكال شيب، بيبقى عريضه ونازله من فوق رفيعتها. تمام. دي لازم اسمعني لازم تبقى عامل دي. اما بتحصل بقى بتنظف الجذور، بيحصل زي الجذور نفسها بتبقى متوصله باللثه اللي حواليها باربطه وانسجه صغيره. تلتهب يعني ولا ايه؟ ما هو ده بيؤدي للالتهاب. بيبقى في انسجه حوالين ماسكه الجذور باللثه اللي حواليها. تمام. مجرد بقى ما احنا بنشتغل، الدكتور مثلا بيشتغل، فالاربطه دي زي بيحصل لها تمزق. تمام. تقطع. بس ما فيهاش يعني خوف، هي كده كده بتعمل لها هيلينج لوحدها، يعني بعد فتره اللي هي الفتره اللي بعدها بتبدا زي تلقم تاني وتقفل وتمسك الضرس. تمام. فتلاقي ساعتها المريض مثلا يقول لك بعد الدكتور كان في وجع عندي مع الضغط جامد، في وجع لسه مش عارف ايه. فانا حتى بعد جلسه حشو العصب دايما بننصح بانه ياخد مسكن او كده اول كام يوم بس. تمام. بحيث ان الاربطه دي تكون ظبطت الدنيا وما بقاش فيها وجع. طب لو اكتر من كده بقى؟ اكتر من كده يبقى في مشكله في حشو العصب نفسه. بمعنى احنا قلنا احنا في مثلا قنوات، عدد من القنوات معينه. تمام. الدكاتره عامه بتبقى تقديريا، يعني كان من زمان بيعملوها الاول تقديريا، مثلا يقول لك انا عارف الضرس ده فيه مثلا 3 قنوات. تمام. بس طبعا ده مش صح، لان ممكن يبقى فيه اكتر من 3 4، ساعات حالات نادره 5، وساعات بتوصل حالات نادره جدا تبقى 6 قنوات. ده بتعرفوه بالاشعه ولا ايه؟ ما هو ده بالظبط. الاجهزه الحديثه بقى هي اللي بتساعد في الحاجات دي، يعني الاشعه. تمام. ثلاثيه الابعاد بتقدر توضح احنا الجذور فين اماكنها، طولها قد ايه، بتوضح كام قناه عندي بالظبط. تمام. كل الحاجات دي بتسهل مع الميكروسكوب. تمام. طبعا. وفي برضو اللوب اللي فيها ماجنيفيكيشن عالي قوي، تقدر تشوف السنه كبيره. فطبعا في دكاتره لو بيعينوا تقديريا او ما بيقدروش يبقى شايفين القنوات كويس جدا، ممكن يقفل القناه 2 ويبقى فاضل مثلا واحده لسه ما جاش جنبها اي حاجه.
ويبقى طبعا فيها بكتيريا وبلاوي. اه وممكن ده سبب مهم. وسبب تاني الدكتور مثلا الاول ما نضفش كويس ففي بكتيريا لسه عايشه جوه. أوه. عشان كده انا قلت على النقطه بتاعت احكام غلق القنوات دي ضروري جدا عشان ما يبقاش فيه بكتيريا عايشه جوه، لان في حاجه اسمها بكتيريا هوائيه بتبقى قاعده جوه. تمام. وحاجه ثالثه برضو ممكن تبقى نتيجه الخراج بعد كده او وجع، ان القنوات تبقى مثلا احنا في عندنا طول كل قناه ليها طول معين. تمام. وبيتعرف الطول ده عن طريق جهاز اسمه الايبكسوليكيتور، ده حاجه كويسه يعني حديثه ما كانتش موجوده زمان. الايبكسوليكيتور ده زي جهاز بنستخدمه يخش زي ابره جوه الضرس، نعرف طول قد ايه، سواء مثلا 20 ممكن 20 21 25 مللي، كل قناه بتفرق. ودي بتقدر توضح لنا الجهاز ده بيعمل زي انذار لو احنا مثلا وصلنا لاخر القناه. تمام تمام كده، يبقى خلاص مش مفيش مشكله، يبقى ده كده متقفله القناه لحد الاخر. لو هي ناقصه مللي او زايده مللي دي ممكن تعمل مشاكل بعد كده. فطبعا الفولو اب بيبقى كويس جدا، مثلا كل على الاقل 6 شهور نتابع الحالات دي. تمام. فتره العلاج بتاخد قد ايه؟ فتره العلاج كم جلسه؟ مش هي بتختلف طبعا، هي مفروض مع الاجهزه الحديثه دي كلها والحاجات الموجوده ممكن تاخد مفروض جلسه واحده. تمام. المفروض جلسه واحده بس طبعا لازم يبقى عندك كل يعني الاجهزه الحديثه دي تتحدد، وشرط مهم جدا جدا ما يبقاش في اي انفكشن. تمام. اي انفكشن تحت الضرس بالاشعه بيبين، لو في مثلا ورم تحت بيبان اللي فيه الانفكشن تحت، دي ما ينفعش تقفل في جلسه واحده. تمام. لازم تفتح المره وتنظف وبعد كده تدي جلسه او جلستين تانيين بينهم كل جلسه والتانيه اسبوع لحد اقصى 3 جلسات. يعني لو في انفكشن تحت وكاتب مضاد حيوي وبرده مش يعني مش عايز يختفي، مش عايز، اصل البكتيريا بيبقى عندها ريزيستنس مقاومه. تمام. فلازم دي تنضف مره واثنين، والمره الثالثه بقى ممكن نقفل ساعتها لو العيان ما اشتكاش بورم او وجع او اي حاجه في المشاكل دي. تمام. بالنسبه ان انت بتشخص بتقول ان الضرس ده هيحتاج حشو، بناء على ايه كتشخيص؟ كتشخيص ما انا بعمل في كذا تيست ممكن نعمله، مثلا اللي هو البركشن، ممكن مثلا بخبط على السن الاول بشوف في العيان في وجع ولا لا. تمام. في عندنا ماده بنحطها زي حاجه سنسور كده بتحط لو في ساقه، لو العيان صوت مره واحده ده برضو انديكيشن اللي هو واصل للعصب. تمام. لو في شايف طبعا تسوس لازم عشان يوصل تحت، يعني هو لو في السطحي بيبقى في المينا او في اللي هو الانامل الطبقه الاولى او الدنتين الطبقه الثانيه. تمام. ده ممكن يتعملوا حشو عادي مش شرط حشو عصب، يعني حشو سطحي. تمام. لو هو بقى داخل العصب بيبان طبعا، وبيبان كمان اللي فيه كافيتي زي حفره كبيره. تمام. مليانه تسوس وبيبقى سودا وممكن الاكل يتحشر فيها. اه كل العمليات دي بتقدر تقول لي انا محتاج اعمل حشو عصب ولا حشو عادي اللي هو حشو السطحي اللي فوق ده. تمام. وحشو عصب طبعا بيبقى اخر مرحله، يعني هو خلاص عدى الثلاث طبقات اليمينة والدنتين ويوصل للعصب. الحشو السطحي ممكن يبقى الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية. بس ممكن برضو بعد ما نحط الحشو اللي هو الحشو العادي الفوق السطحي. تمام. المريض يبقى لسه عنده وجع. ده النتيجة لحاجة اسمها irreversible bulbitis، يعني الضرس ما استجابش، الجهاز المناعي ما قدرش يعني يستحمل الوجع لسه مع المية الساعة والكلام ده كله، فلا لازم في الحالة دي نشيل الحشو السطحي ده ويتعمل حشو عصب. تمام. كيفية العلاج من تمام. أول بداية الحشو لحد ما كده أنت خلاص أنت بقيت تمام. تمام. إيه بقى؟ كيفية العلاج؟ كيفية العلاج ما هو الطريقة اللي إحنا شرحناها، اللي هو بندخل أول حاجة طبعا البنج، المشكلة اللي الناس بتخاف منها كتير. وبعد البنج بنبدأ نفتح الضرس نشيل التسوس. تمام. وننظف كويس جدا ونبقى عندنا القنوات كلها واسعة وباينة. لو في تسوس من اول طبقه لاخر طبقه انت بتعمل حشو سطحي وحشو اعصاب. لو التسوس انا طبعا دي بتبقى حاجه تقديريه للدكتور، هو شايف التسوس وصل قد ايه. احنا بنبدا ننظف ونمشي ورا التسوس، يبقى طبعا باين لون غمقان في السنه بنبدا نشيله حاجه بحاجه. تمام. وما بحبش طبعا احنا نوصل على طول العصب، يعني بنحاول طبعا لو نقدر نحافظ على الضرس من الاول يبقى حشو سطحي، وطبعا ده متوقف على المريض. تمام. المريض لازم يعني مجرد ما يحس ان في وجع يجي على طول للدكتور، ما يستناش لحد ما يوصل لمرحله العصب، لو في الاول بيتلحق لان هي مساله وقت مش اكتر. مجرد بقى ما بيوصل للعصب خلاص يبقى لازم نفتح وننظف ونشيل القنوات كلها نوسع. تمام. واهم حاجه الماده اللي قلت عليها برده لازم، كذا دكتور بيستخدم مواد مختلفه، ونوسع القنوات ونحكم احكام غلقه. تمام. ولو الضرس برده متكسر ممكن يبقى يحتاج حاجه اسمها دعامه. تمام.
ده عشان الدعامة دي عبارة عن حاجة زي مسمار صغير بتربط الجزء السفلي بالجزء العلوي. تمام. عشان بيبقى طبعا الضرس بعد الحشو بيبقى ضعيف. فلازم مش كل الحالات طبعا بتحتاج بوست، يعني الدعامة دي بتحتاجها بس الحالات اللي الضرس يبقى مكسر من كذا اتجاه. في نقص كالسيوم يعني؟ مش نقص كالسيوم، نقص كالسيوم ده حاجة تانية خالص. أوه. بيبقى فيه اصل الضرس نفسه لمجرد ما بيتقطع عنه العصب فانت منعت عنه التغذيه بتاعته. تمام. فبيبقى عامل زي الازاز بريتل، يجي العيان يضغط عليه تلاقيه اتكسر. تمام. ففي الحالات دي لازم بعد كده نخش بقى في دعامه والترابيش. تمام. بس. طب بالنسبه لالام اللثه. تمام. هل من اسباب العصب؟ ساعات بيبقى في حالات فعلا بتيجي مثلا تقول لك يا دكتور عندي وجع في الضرس الفلاني اللي فوق او اللي تحت او ايا كان، تيجي تبص ما تلاقيش تسوس. تمام. ايه بيبقى راجع بقى لايه ده الكلام ده؟ احنا ربنا سبحانه وتعالى خالق الضرس فوق الجزء العلوي ده متعرض عادي، لانه في مينا متعرض عادي للسائع والسخن، حساسيته قليله. الجذور بقى الجذور حساسيتها اعلى. تمام. عشان كده هي متغطيه بالعظم وفوقيها اللثه. تمام. فالميه لما مثلا لما بيحصل انخفاض في مستوى اللثه، تمام، بيبقى الجذر مكشوف. والجذر حساس جدا، بمعنى انه لو جه عليه ميه ساقعه البيشنت بيحس بوجع جامد جدا اكنه عصب. فدي في الحالات دي بقى طبعا لازم لو اتلحت في الاول ممكن نعمل تنظيف عادي خالص، اللي هو تنظيف الجير او ازاله الرواسب الجيريه من حوالين السنان كلها. تمام. وهي لوحدها بيحصل لها هيلينج، بعد ما يتنظف كل الجير ده ويتشال اللثه لوحدها تقوم تعلى تاني وترجع لمكانها الطبيعي. تمام. طب لو المريض مثلا تجاهل الموضوع ده وفضل سايبه كده، لا بيضطر بعد كده يخش في حشو عصب، بيبقى حاجه اسمها بيريو اندو ليجن، وده لازم بقى يعني ده ما يوصل مراحل متاخره طبعا، فده لازم طبعا بيتعمل له حشو عصب. تمام. بس. طب كل حالات الحشو بتحتاج لطربوش ولا لا؟ السؤال ده ناس كتير فعلا بيسالوا جدا، هل كل حالات الحشو بتحتاج طربوش ولا لا؟ وبيفتكروا الدكتور لما بيقول لهم اللي هي لازم طربوش للضرس ده اللي هو مجرد بيفكر ماديا او عايز فلوس. طب نتعرف على الطربوش الاول. ايه؟ نعرف الناس ايه هو الطربوش. الطربوش هو عباره عن تركيبه بتتحط على الضرس من فوق بتحمي الضرس دايما يدور. تمام. تمام. وبتبقى مهمه جدا الضرس بعد ما بيتعمل له حشو عصب. تمام. في نقطتين مهمين جدا لازم عارفينهم. اول حاجه زي ما قلت بيفقد الحيويه لان الدم بيتقطع عنه، فبالتالي زي الشجره لو ما سقتهاش ميه. تمام. تدبل وتموت، فمجرد مش هيوصلوا النيوتريشن التغذيه بتاعته بيبدا يتكسر حاجه بحاجه وبيبقى عامل زي ازاز، يجي العين يدوس يكسر. تاني نقطه ومهمه برده جدا، ان تحت كل ضرس او تحت الجذور بيبقى في حاجه اسمها ريسبتور. تمام. زي جهاز حساس تحت الضرس ده في الانسان قبل ما في الراجل قبل في اي حد قبل ما يعمل حشو عصب. تمام. الريسبتور ده عباره عن ايه؟ عامل زي الفرامل وانت بتاكل مثلا. تمام. بيقول زي بيوجه الفك ما تقفلش لحد الاخر، ممكن تكسر. تمام. الضرس مجرد بقى بيعمل بعد حشو العصب ما بيبقاش فيه الريسبتور دي، لان يعني انت خلاص شلت العصب بالريسبتور فما بيبقاش فيه الحته دي، فيجي العيان بعد كده بعد حشو العصب يقوم دايس على الضرس او كده يقوم مكسور. فعشان كده لازم بعدها على طول نعمل الطربوش وما نتاخرش فيه، لان هو العين بيفضل سايبه بقى بعد حشو عصب خلاص ما فيش وجع خلاص خليه. يبدا يكسر حاجه بحاجه بحاجه في الاخر يجي الجدر، فطبعا الجدر دي بتبقى خلاص الضرس وصل لاسوء حالاته، تضطر حاجه من الاثنين، يا اما هتضطر تخلعه. لا اما لو في مستوى كفايه من الجدر موجود تحت العظم نعمل له دعامه ونبنيه بحشو فوقيه ويبدا يتغطى في الاخر بطربوش. تمام. انواع التركيبات. تمام. انواع التركيبات في انواع كتير جدا موجوده دلوقتي في السوق. في مثلا نوع المنتشر اكتر حاجه اللي هو البي ام اف اللي هو البورسلين. بيعبره عن حديد تحت حديد وفوقيه متغطي بورسلين. تمام. ده اللي هو يعني بقى له فتره موجود ومنتشر في السوق. في نوع احسن منه طبعا اللي هو الزيركونيوم او الاي ماكس. الانواع دي جديده وطبعا فيها قوه جامده جدا وشكليا احسن، لان ما فيهاش عنصر المعدن اللي تحت ده. تمام. لان ساعات اللي هو الاولاني اللي هو البي ام اف ده لما بتكسر جزء من البورسلين بيبقى مايل المعدن تحته. والمريض برضه بيبقى متضايق من الشكل، لو حاجه كمان اماميه بتبقى مشكله. ففي اللي هو الزيركونيوم اي ماكس دول كويسين جدا طبعا.
وفي برضو انواع تانية بس ما انصحش بيها بعد العصب، يعني مثلا اللي هي اللامينيتس او الفينيرز دي عباره عن اشارات تجميليه، فدي بتحاوط السن او الضرس من ناحيه واحده بس، في حين ان احنا محتاجين نحاوط كل النواحي، لان الضرس زي ما قلنا بعد حشو العصب بيبقى ضعيف، محتاج حمايه كليه من كل النواحي. تمام. فدي مش كويس انك تعمل بعد الحشو العصب بقى الفينيرز او اللامينيتس او الحاجات دي كلها. تمام. خراج الضرس لازم نتعرف عليه الاول، بيحصل ازاي؟ اوكي. او علاجه ايه؟ اوكي، هو خراج الضرس ممكن يتقسم لحاجتين. تمام. الخراج قبل حشو العصب اللي هو المريض زي ما قلنا مثلا كان الاول عنده وجع مع السائع، سابه شويه وجع مع السخن. تمام. بعد كده البكتيريا دخلت طبعا العصب، وجع مع السائع السخن والضغط، ويبدا بعد كده ورم. ده طبعا بيبقى حصل تعفن وخلاص في القنوات، فدي لازم طبعا مش علاج، علاج عمره ما يمشيها، هي لازم طبعا تدخل تفتح الضرس وننظف العصب. تمام. طبعا هيحتاج كذا جلسه زي ما قلنا، ممكن 2 لـ3 لحد ما يبقاش في اي صديد او بكتيريا تحت الضرس. تمام. بعد ما طبعا، ولازم معاه الكلام ده يمشي معاه مع الشغل، لازم مع مضادات حيويه عشان تقتل البكتيريا. تمام. بعد كده بنقفل عادي خالص، ده لو خراج جه قبل حشو العصب. تمام. وطبعا دي مراحل طبعا بتحتاج وقت، لان انت عشان يحصل تسوس انت محتاج 4 عوامل. اول حاجه البكتيريا اللي قاعده، بكتيريا تبقى جوه البق، الاكل اللي العيان بياكله. تمام. تالت حاجه يبقى في سيرفيس او سطح تلتصق عليه بكتيريا. تمام. طبعا لو مجوف يبقى سلها اللي هي تقعد فيه. ورابع حاجه، اهم حاجه، عامل وقت اللي احنا قلنا عليه، لو اتلحقت في الاول احسن ما توصل للعصب. تمام. ده لو خراج قبل العصب. خراج بقى بعد العصب ده بتبقى فيه مشكله في حشو العصب نفسه. تمام. لو استمرت اكتر من اسبوعين، لا يبقى فيه كده زي ما قلنا، في ممكن في قناه ما اتنضفتش كويس، في قناه الدكتور مثلا ما شافهاش كويس او حاجه، او الاطوال بتاعت الجذور مش محشيه لحد الاخر او زياده. كل دي ممكن تعمل خراج او وجع بعد الضرس، حشو الضرس. تمام. طب في حشو عصب للاطفال؟ حشو عصب اطفال، في حشو عصب طبعا اطفال، في بس سن كام؟ ممكن من سن من حد 6 لحد كمان من تحت، ممكن من 5 سنين لحد 12 سنه عادي. تمام. بس هو الفكره اللي حشو العصب الاطفال احنا حتى ما بنحبش نقوله للعيانين للاهالي، لان هم بيفتكروا بقى حشو عصب اطفال زي الكبار ونفس القصه ابر وكذا جلسه والكلام ده كله. لا، هو حشو عصب اطفال هو اسهل بكتير من الكبار. بمعنى احنا قلنا في حشو مثلا عصب الكبار احنا بنحتاج ننزل لحد اخر الجذور كلها. تمام. انما في حشو عصب الاطفال مش بنحتاج نعمل كده، احنا بنفتح عادي وننظف خالص ونشيل التسوس كله، بنحط ماده بقى فوق القنوات من فوق، ما بنخشش القنوات. تمام. ماده مهدئه فعاله زي مثلا زنك بوليكربوكسيليت او زنكنول، في كذا اي مواد بقى الدكتور بيستخدمها عامه، دي بتتحط فوق القنوات، بتبقى عامله زي طبقه مهدئه جدا. تمام. وبتفضل مع الضرس لحد ما الضرس يقع ويغير ويطلع الضرس اللبني الدائم. سوري. تمام. ساعات بتيجي حالات طبعا اهالي يجي يقول لك عايز، انا عايز اخلع له الضرس ده، لازم اخلعه، الوجع كتير مش عارف ايه. لو حصل الكلام ده طبعا، او الدكتور كان مضطر يخلع الضرس، يعني الضرس مثلا ممكن يكون مساوس بتاع الطفل جايب اخره متكسر خالص ما فيهوش اي حاجه فيه. في الحالات دي بقى اللي هو لا اما الاهل مصممين على الخلع او الضرس جاي متكسر خالص ولازم يتشال. تمام. لازم نفهمهم العواقب اللي ممكن تحصل من نتيجه الكلام ده. ان احنا لو خلعناه الضروس اللي جنبه هي يعتبر الضرس موجود، هو ساند على الضروس اللي جنبه، الضروس اللي جنبه بتقفل عليه والضرس اللي قصاده بينزل فعلا في يعني شويه مليمتر. تمام. وده بيأثر بعد كده على الضروس الدايمه اللي هتطلع. تمام. لانه مش بيضيق عليها المساحه. تمام. فلازم يبقى الاهل عارفين النقطه دي. لو بقى اضطرينا طبعا اصل لو سيبنا المشكله دي هتطلع بعد كده قدام في طريقه تقويم والكلام ده كله. فلو عملنا كده لازم نعمل حاجه اسمها سبيس مينتينر، حافظ مسافه. يعني لو احنا هنخلع لازم نركب حافظ المسافه ده. ده عباره عن حاجه زي حديده. تمام. بتبقى موجوده بين الضروس الموجوده بعد الخلع طبعا، بنركبها بتبقى عامله زي سنده بين الضرسين ماسكه نفس المكان بالظبط وجناب. بالظبط. بتدي مساحه للضرس اللي طالع تحته انه يطلع. تمام. لحد ما يطلع بقى. بعد كده بتتشال بقى السبيس مينتينر. بتتشال بعد ما يطلع الضرس بدايه، ممكن هي تقع لوحدها، ممكن تقع لوحدها، وممكن يجي المريض للدكتور يشيلها له بقى.
تمام. طب بالنسبة في أطفال بيحصل لها تكسر في الأسنان، نقص الكالسيوم توسط، اه الحالات دي طبعا بنقابلها كتير جدا، أو تسوس في الأسنان بالظبط. طبعا ليها علاج، بس يعني لازم برضو مع العلاج ده هو في البيت برضو لازم ياكل الحاجات اللي فيها كالسيوم كويس، زي اللبن، البيض، الحاجات اللي فيها عامة كالسيوم كلها، لان في اطفال تلاقيهم ما بيحبوش اللبن وما بيحبوش البيض، الحاجات دي كلها بيبقى عندهم نقص كالسيوم. تمام. وفي في التطعيمات هم الاطفال برضو بياخدوا زي اطراف معينه او حاجه، وحاجات يعني في علاجات لازم تتعمل من الاول. لو احنا بقى ما عملناش الحاجات دي وخلاص وصلنا للكلام ده، لازم يتعمل لها حشو جذور ويتعمل لها طرابيش. والاطفال حتى ليهم طرابيش، يعني هم ليهم طرابيش بس مختلف عن الكبار بقى، مش بنبرد وناخد مقاس نوديه المعمل والكلام ده كله، لا هي بتبقى ستانلس ستيل كراون، بتبقى جاهزه بتتركب فوق الضرس عادي خالص. شكليا مش حلو طبعا لان هي شويه حديد، بس بتبقى هي محتاجينها ضروري عشان حمايه السن لحد ما يغير. تمام. طب ضرس العقل، تمام، ده مجنن الناس كلها يعني بمعنى اصح، فعلا. بيحصل فيه حشو عصب ولا لا؟ هل ينفع يعمل له حشو عصب؟ ينفع يعمل له حشو عصب، بس هو الضرس العقل قصته كبيره شويه، لان هو يعتبر زي البصمه، بمعنى ان هو من كل واحد لواحد مختلف، ومن واحد في نفس البق ممكن يبقى عنده مثلا واحد مختلف عن الثاني عن الثالث عن الرابع، بالظبط، لان هو جذوره ممكن يبقى جذر 2 3 4 دايما، ملوش يعني ملوش كونسبت معين، بيطلع بشكل مختلف باتجاهات مختلفه، بكل حاجه فيه مختلفه، ممكن يبقى جذر 2 3، ممكن يبقى ممكن مثلا جذوره لفه، جذوره فيوزد ملتصقه مع بعض. بالظبط. مع ذلك بنلاقي ناس كتير بتشتكي من آلام الضرس العقل. معظم الناس فعلا بتشتكي منه كتير جدا، بيبقى حله اكتر او اسرع او اسهل اللي هو الخلع. لو بقى في ساعات عينين ممكن تيجي مثلا تقول لك انا عايز احافظ عليه مش عايز اخلعه. خلاص بيتعمل له حشو عصب عادي، بس طبعا بيبقى رخم للعيان، لانه بيفضل فاتح بقه كبير كتير وقت كتير، وهي في اخر البق، فطبعا بتبقى مضايقاه. بتحتاج اجهزه طبعا متطوره، زي ما قلنا اللي هو الروتري، الجهاز اللي بينزل يعمل القنوات، بتحتاج ممكن نركب له زي رابر دام، حاجه كده بتوسع وتبين القنوات الضرس كويس. بيحتاج طبعا ممكن ماجنيفيكيشن، لانه بيبقى حاجه جوه البق مش الدكتور مش بيبقى قادر يشوفها بسهوله، فبيحتاج طبعا ماجنيفيكيشن، حاجه توسع وتشوف القنوات اوضح. بس طبعا هو زي ما قلت يعني هو اسهل له يعني الاحسن الخلع، لان انت كده حتى ضرس العقل ممكن يطلع لناس وممكن ما يطلعش لحد خالص، ممكن ما يفضل موجود في الفك لحد ما حد يموت. وغير كده كمان هو مش مستخدم في الكلام او يستخدم في الاكل، انت الضروس الثانيه بتحتاجها لانك بتاكل عليها، بالظبط، مهمه جدا، ده اقل بكتير من الضروس الثانيه، فمش محتاجينه دايما يعني. بس تمام. طب بالنسبه لنقص الكالسيوم، تمام، في طبعا الاسنان بتتكسر، ايه حلها في الحشو؟ ما انا قلت نقص الكالسيوم ممكن يبقى احسن لو احنا عملنا له في اولا مواد في علاج ممكن ياخده. طب ناخد اتصال ونكمل السؤال. ماشي. استاذ سمر، الو. الو، اتفضلي يا فندم، دكتور معاكي. كنت عايزه اسال، هو دلوقتي هل ممكن الحامل تعمل تبييض اسنان؟ مش مرجح، هو عامة مفيش حاجة أثبتت علميا حاليا، بس مش كويس إنك تعملي تبييض أسنان حاليا، لأن أنت بيبقى فيه هرمونات موجودة في وقت الحمل كتيرة، فبتعمل زي انفلاميشن في اللسان، زي التهابات في اللسان، فمش كويس إن احنا نعمل، ممكن نستنى التبييض ده بعد ما نخلص الحمل عشان يبقى حتى سيف اكتر، عشان بيبقى في مواد بنحطها في البق لو اتبلعت برضه ممكن ما تبقاش كويسه للجنين او كده، فيعني ناجل الخطوه دي شويه. تمام. في اي سؤال تاني او استفسار؟ شكرا ليك يا استاذ سمر. نكمل. طب نقص الكالسيوم، تمام، في اسنان طبعا غير الاطفال، تمام، بتتكسر، ايه حلها في الحشو؟ يعني حشو العصب او حشو الاسنان؟ بتعمل لها حشو عصب عادي خالص، تمام، ولازم بقى لو مثلا سنان اماميه ممكن نعمل لها طبعا طرابيش بعد كده لازم، تمام، عشان تغطي. وفي انتر كانال ميديكيشن، في علاجات معينه بتفتح القنوات، ممكن تمام نحط لها مواد معينه بتعمل زي كالسيوم، بتدي كالسيوم للضرس، تمام، بتدي حيويه، بس مش دايما بيستجيب العلاج ده، مش دايما بيستجيب مع كل الناس، ففي الحالات دي بنضطر طبعا نخش اللي هي العصب والطرابيش والكلام ده كله. تمام. طب بالنسبه لنقص الكالسيوم،
في ناس لو مش هتعمل حشو بترجح له علاج طبعا ولا لازم حشو؟ لا هو لازم في علاج، ما هو علاج بس العلاج لازم برضو تتوجه للدكتور او كده، بيفتح القنوات وبيحط ماده من جوه، دي ممكن تعمل زي كالسيوم ريجنريشن، يعني زي تدي كالسيوم للسنه، وزي ما قلت مش كل الناس بتستجيب للكالسيوم ده، فده بالضبط. في الحالات دي بقى لازم نركب طربوش او كده. تمام. تبيض الاسنان، تمام. ايه هو تبيض الاسنان الاول؟ اعرفه للناس. تبيض الاسنان، اولا احنا السنان معموله بيبقى فيها بورس زي اخرام صغيره جدا، ثقوب. تمام. على مدى على مدى حياه يعني الانسان بيبدا الثقوب دي بتبدا بتاخد صبغه من الشاي، من المشروبات، من الاكل، من اي حاجه، فبتبدا يحصل التدخين. طبعا التدخين ده مشكله كبيره، بتعمل طبعا غمقان في السنان، السنه بتخش فيها الصبغه دي بتخش جوه السنان او الضروس، فبنحتاج بعد كده نعمل زي تبييض. التبييض هو عباره عن ازاله كيميائيه فقط للصبغه، بيجرب بيعمل بيحلل زي ما بيحلل الصبوغ اللي بين السنان دي ويطلعها بره، ويدي درجه كويسه من الفتحان. تمام. ناخد الاستاذه فايزه. طيب اوكي، اتفضلي استاذه فايزه. الو، عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور معاك؟ اتفضلي. الو، ايوه دكتور، اهلا بيك. انا لو سمحت عندي ضروسي كلها مفوسه، تمام، ورحت لكذا دكتور، فالدكتور اقول له في حاجات متكسره، يعني عندي ضرسين فيهم حاجات متكسره، تمام، وبعدين رحت للدكتور بتاع السنان قلت له عندي ضرس كنت حاشيه والحشو طلع مني، حشاهولي ورجع برضه الحشو طلع ورجع حشاهولي تاني، وعندي ضروسي كلها بايظه، اقول له دكتور انا عايزه اعمل عمره في اسناني دي، يقول لي لا اسنانك حلوه، وبعدين ياخدوا فلوس وكده وبرضه ما فيش فايده، والضرس برضه اللي حشاهولي ب 400 جنيه وراح طلع منه الحشو برضه، مش عارفه اعمل ايه. معلش هسألك سؤال بس، هو حشو عملناه حشو عصب ولا حشو سطحي؟ لا مش عصب، لان انا هو قال لي انت حاسه ما بتبتش او اي حاجه بتحس بحاجه، قلت له لا مش حاسه بحاجه. تمام. فحشاهولي والحشو مرتين والحشو يطلع مني، مش عارفه انا اعمل. وعندي بقى الضرس اللي فوق دون بشرب ميه عامه، ضروسي كل بشرب الميه ولا اي حاجه سخنه او ساقعه بحس بوجع في اسناني في ضروسي. تمام. فمش عارفه اعمل ايه، اروح فين؟ مش عارفه. تمام يا استاذه فايزه، شكرا ليك. هو طبعا في ناس ممكن ما يبقاش عندهم فعلا وجع خالص في الضرس، ممكن يبقى العصب اصلا تحلل او مات، ممكن ما يبقاش فيه وجع خالص، بس هو البكتيريا وصلت للعصب ومسوس بس ما يديش اي احساس، ممكن بعد فتره تلاقي وش ورم. تمام. ف ممكن يبقى، هو الدكتور قال لها ما اعرفش اساس على ايه، يعني اللي هو ممكن يبقى مش محتاج عصب، حشو سطحي. لازم طبعا نشوف الحياه واقيمها اكتر، اقدر اشوف التسوس وصل قد ايه. ولا في حشوات طبعا، حشوات مختلفه كتير جدا في السوق، يعني في اللي هو المعدن الامرجم، وفي اللي هو الكومبوزيت الابيض، وفي كذا نوع يعني من الحشوات السطحيه دي ما بتقعش بسهوله. فهي ممكن الحاجات دي بيبقى اعلى شويه واحسن، هي مكلفه اكتر بس هي بتقعد واحسن بكتير. دي الحشوات السطحيه، انا بتكلم على الحشوات. تمام. السطحيه مش العصب. تمام. وهي بتشتكي من حاجه ثانيه، كان في وجع عندها مع الميه الساقعه، دي لو في الاول ممكن تتلحق يعني تبقى حشو عادي قبل ما توصل للعصب ان شاء الله يعني، بس هي لازم توجه طبعا للدكتور. تمام. بالنسبه للتبييض الاسنان، تمام، تعريفا ايه؟ هو زي ما قلت لحضرتك، هو عباره عن ازاله كيميائيه للاصباغ اللي فوق الضرس. تمام. بتحتاج طبعا بعدها بيبقى في الم شويه مع الحساسيه. تمام. والألم ده طبيعي، ممكن يقعد من يومين لمدة أسبوعين برضو زي العصب أو أكتر شوية، بس هو بيبدأ جرادولي يقل حاجة بحاجة، كل يوم بيبدأ يقل. تمام. في حالات، مش كل الحالات طبعا ينفع معاها حشو، مش كل الحالات ينفع معاها الطبيب. يعني الحالات مثلا اللي فيها طرابيش كتير، اللي فيها حشوات. تمام. اللي عندها اوريدي حساسية من السنين. تمام. كل الحالات دي مش ما ينفعش يعني، ممكن بس هو مش كويس، لان هيبقى طبعا باين فرق اللون بين بين الحشوه، بين الضرس الطبيعيه، بين التركيبه واللي جنبه، كل بالزبط. الكلام ده بتبين مدى الاختلاف في الدرجات. بس ارجع تاني للتبييض اللي احنا كنا بنقوله، الماده اللي بنحطها دي بيبقى عندنا كلر كودنج، يعني عندنا درجات معينه من اللون. تمام.
نشوف مثلا بنتكلم الاول مع العيان نشوف هو عايز يوصل لدرجه قد ايه، وبنبدا نبيض يعني. الجلسه بتبقى عباره عن ساعه الا ربع كتير قوي. تمام. ونحط ماده معينه، اولا بنعمل ايزوليشن نازل اللثه، لان يعني الماده اللي هنحطها على السنان لو جت على اللثه بتعمل اريتيشن، بتضايقها جدا، ممكن تعمل التهابات بعد كده. فبنحط الاول زي عازل حوالين اللثه زي الصوره اللي قدامنا على الشاشه. دي حاله قبل وبعد. بتحتاج الاول طبعا زي ما قلت بنحط نعمل ايزوليشن نازل الطبقه الخارجيه من اللثه. تمام. بعد كده بنحط ماده زي ماده حمضيه فوق السنان. تمام. وبنبدا نعرضها الاشعه زي الليزر اسمها الترا فايلت. تمام. 10 دقائق 10 في 10 دقائق في 10 دقائق، ونبدا يعني نشوف بقى برده المريض يشوف الفرق قبل وبعد، ونبدا نوري له الدرجات هو وصل من درجه مثلا. برده الالوان بتاع السنان ليها، حتى الدرجه الابيض ليها درجات معينه بالظبط. فبنقعد نقول ده انت وصلت مثلا كود 1 2 3، ويبقى مثلا عايز لو عايز مثلا نبيض اكتر نبيض، كل الكلام ده. بس مش كل الحالات طبعا بتستجيب بنفس البعض، يعني في حاله ممكن تستجيب بسهوله وبسرعه. تمام. وفي حالات ممكن تحتاج كذا جلسه. بس طب بيكون في ضرر على اسنان او على اللثه من التبييض؟ مفيش ضرر، بس هو المشكله بتقابلنا بس الحساسيه. الحساسيه بالذات دي بعد السنان، لان هي ماده الحمضيه بعدها زي بتعمل برضو بتفتح السنان اكنك بتفتحها من الاول، زي تفتيح المسام بتاع البشره. تمام. نفس الفكره بالظبط هي اللي بتحصل للاسنان، زي بتفتح من الاول. وطبعا لازم انبهه بقى على الحاجات اللي هي ما ينفعش يعملها بعد التبييض. زي مثلا الاكل اللي فيه غوامق، بالذات الحاجات المشروبات الغازيه. تمام. الشاي والقهوه اللي هي عاده عندنا كبيره، السجاير كارثه طبعا، لازم على الاقل بعدها برضو يوقف السجاير على الاقل 3 اسابيع. تمام. بس طبعا انت بتقول العيان كده بتطلع بره عادي تلاقيه بيشرب سجاير عادي ولا في اي حاجه. طب ده بيأثر على التبييض؟ طبعا السنان بالعكس ده يأثر، ويأثر اسرع كمان بعد التبييض، لان يعني بيبقى عندك المسام بتاعت الضرس مفتوحه. بالظبط. فهو مثلا كان الاول خد فتره كبيره جدا عشان يوصل للدرجه دي من الغمقان. على مدى حياته بقى الخرام دي عماله تاخد صبغه من الاكل ومن الحلويات والحاجات دي كلها بتغمق. بعد جلسه التبييض انت المسام دي بتبقى مفتوحه. فلازم ننبه على المريض الحاجات دي مهمه جدا، اللي هو يقللها سواء بقى المشروبات الغازيه والحاجات دي كلها. طب بتقعد فتره قد ايه؟ جلسه او اتنين؟ لا هي جلسه واحده، هي بتبقى جلسه واحده غالبا. بتقعد بعد ايه قدها ممكن بقى كل حاله غير التانية، بمعنى ان حالات مثلا بتشرب قهوه وشاي. حسب الاكل والشرب. حسب الاكل والشرب طبعا، هي المفروض تقعد 6 شهور على الاقل. ايه الاطعمه اللي الواحد يتجنبها وقت التبييض؟ ما هي زي الحاجات اللي فيها مثلا الشاي والقهوه، الاكل اللي بيعمل ستينز جامد قوي مثلا، طبعا الصلصه بتبقى الحاجات دي بقى كلها بيبقى فيها برضو ستينز بتعمل بقع. والكلام ده كله، المشروبات الغازيه، الحاجات اللي فيها الوان مصنعه كتير. كل الحاجات دي بتعمل بتسرع اللي الضرس يرجع لون تاني. تمام. طب الحساسيه. تمام. ايه علاج الحساسيه؟ حساسيه السنان هي زي ما قلت فيها دلوقتي حاليا في الاسواق في معجين كتير مختلفه معموله بالذات عشان فكره حساسيه الاسنان دي، لازم يستخدموها مثلا باستمرار وكده. وفي اللي هو حاجه زي طقم بيتعمل بيتحط فيه ماده معينه بيحطها في بقه العيان، وبعد ما بيشيلها بيقوم مبض. و يعني دي اكتر حاجات منتشره حاليا في السوق. يعني بالنسبه للمنتشر في السوق بنشوف مستحضرات كتير في الصيدليات لتبييض الاسنان. هل ده ينفع استخدامه ولا لا؟ طبعا ينفع، بس هي الحاجات دي الماده الفعاله فيها مش قويه زي اللي بتعمل في العياده، يعني معنى اللي هي مثلا فيها مواد فعاله فعلا بس ضعيفه وبتبقى مؤقته. يعني مثلا انت رايح ايفنت مثلا كاتب كتاب خطوبه بتاع، يعني هي دوبك مثلا في ايفنت زي ده ما بتقعدش كتير. الماده الفعاله فيها اضعف وما بتقعدش وقت اكتر. تمام. فالاحسن طبعا يتعمل في العياده كتير. تمام. طب التنظيف الجيري اتكلمنا عليه. بس عايزين نوضحه اكتر، ايه هو التنظيف الجيري؟ اوكي. هو تنظيف الجير ده بيبقى مثلا لو في عندنا رواسب جيريه حوالين السنان. تمام. لو عندنا انخفاض في اللثه. تمام. ستينز برضو، في ساعات بقع ممكن تبقى على السنان وكل الحاجات دي بتشال. تمام. هو سؤال اللي بيسالوني كتير قوي يعني، هل الجهاز اللي احنا بنعمل بيه بقى ازاله الجير ده هل ده ممكن يكسر السنان؟ لا، ده استحاله يحصل، لان هو الجهاز اللي هو اللي احنا بنشتغله ده التراسونيك ضعيف. جدا، مش زي الاجهزه الثانيه احنا بننظف او بنفتح بيها السنان.
التراك ضعيف ما يكسرش الطبقه الاولى اللي هي قلت عليها المينا اللي هي من اقوى الطبقات الموجوده في الجسم. ممكن يحتاج جلسه او جلستين على حسب كميه الجير عنده قد ايه. تمام. وبس بنشيل بقى ده عباره عن زي تب رفيع جدا بنشيل بيه كل الجير اللي حوالين الضروس او السنان وننضفه. وممكن بعدين نعمل زي بولشنج تلميع بيدي فتحان شويه في الدرجه مش زي الطبيب بس بيدي يعني لمعان شويه للزيت. طب في حالات بتحتاج لتبييض وبتحتاج لتنظيف جيري؟ طبعا حالات كتير. ده في حالات بعد ما بتشلها الجير والستينز بيبقى فيه لسه برضو صبغات جوه الضرس بتبقى باينه غمقان يعني ما يبقى العين لسه مش راضي ما وصلش للدرجه اللي هو عايزها او متخيلها في باله. طب ايه سبب تكوين الجير ده يا دكتور؟ بيبقى ده طبعا بيقعد فتره كبيره جدا ما بتغسلش اسنانك طبعا لو حد ما يغسلش اسنانه مثلا الجير بيترسب فيه كتير. لو مثلا حد وجعه جنب ساعات تلاقي مرضى وجعهم جنب فبياكل على الجنب التاني بيسيب دي طبعا بيحصل اكيوميشن تجمع للاكل كتير جدا حوالين الضروس. تمام. ويبدا يعمل الجير بيبقى اول الجير في اول طبقاته بيبقى ضعيف جدا بيبقى الاول لسه بني اصفر بعد كده بيتحول لبني بعد كده قدام بيوصل لاسود من كتر ما هو بقى بيقدر يمسك حاجه في حاجه وبيزيد في قوته. لو طبعا اتلحق في الاول يبقى كويس جدا. فاحنا دايما بننصح المرضى لازم مع غسيل الاسنان والخيوط الطبيه والحاجات دي كلها. والناس بتفتكر المشكله ان لما بقول لك بغسل اسناني خلاص مش هسوس او مش هجيلي جير. لا هي في طبعا حاجات مهمه جدا لازم نستخدمها مع غسيل الاسنان زي الخيط الطبي مهم جدا والمضمضه. بس في نقطه مهمه في المضمضه لازم نوضحها. هو بيقول الناس تلاقي مثلا مرضى يجي يقول لك انا بستخدم مضمضه طول النهار يا دكتور وكده وما برضه اسناني لسه فيها مشاكل. احنا لازم نبقى فاهمين ان المضمضه فيها ماده معينه اسمها كلوركسيدين. الماده دي لو زادت عن 14 يوم بيحصل تلون او ستيننج بقع في الضروس في السنان. فلازم لما نيجي ندي مثلا مضمضه بعد تنظيف الجير او ايا يعني كان لازم ننبه عليه ما يزودش بكتير او يعني يقل 10 ايام حتى ما يوصلش ل 14. يعني مثلا يمضمض 10 ايام وبعد كده يوقف مثلا بقيه الشهر ويكمل الشهر اللي بعده لو عايز. تمام. طب بالنسبه للمعجون لو في نسبه بسيطه من الجير تمام ممكن يشيلها ولا لا؟ ولا لا. لازم تنظيف؟ لا 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 المعجون ما يشيلش خالص الجير. الجير لو هو في المرحله الاولى ممكن يتشال. ماشي بالفرشه كمان مش حتى مش معجون الفرشه بالذات اهم تشيل الجير. بس مجرد ما هو بيبدا يحصل له تجمع ويبقى يزيد في قوته لا دي ساعتها بقى لازم يتدخل للدكتور وهو بيشيل بقى بالجهاز اللي عنده اللي هو التراسونج ده لانه بيبقى عامل زي حجر ماسك في الضرس جامد. ومجرد بقى ما يشيله بالتب ده او الجهاز ده بيقع خلاص. تمام. وبتاخد فتره طبعا بعدها لسه لحد ما تعلى تاني ترجع للطبيعي وتغطي الجدر اللي تحت. تمام. طب بالنسبه للاطفال اللي بتاكل حلويات كتير بيحصل لهم تسوس ايه الحل معاهم يعني نصيحه منه؟ الحل طبعا لازم الاطفال طبعا لازم يتعلموا من صغرهم لازم غسيل الاسنان باستمرار مرتين في اليوم ومره اللي هي بالذات بالليل قبل النوم دي اهم مره لان ده الوقت اللي بيحصل فيه البكتيريا بتقعد وبتشتغل وبتبدا تعمل تجويف او تسوس في الاسنان. فدول لو في الاول طبعا بيتعمل لهم حشو لو اتلحقوا برضو. لو اتاخرنا في الخطوات دي بنضطر نعمل بقى حشو العصب وطبعا بتبقى مع اطفال اصعب من الكبار. عشان تقنع طفل انه ياخد حقنه او كده بتبقى متعبه جدا. ولو الطفل مثلا برضه فضل مقاوم مش عايز يخش دكتور وكده بنضطر بقى ساعتها نخش في عمليه بنج كلي. يعني لو هو مثلا هيعمل كذا ضرس ومش عايز وفي ضرس واحد اصلا يعني عمال يعيط ويصوت مش عايز ياخد البنج والكلام ده كله في الحالات دي لا طبعا بننصح يتعمل له بنج كلي ساعتين بكتير قوي يكون اتعمل له كل الشغل في بقه ويروح عادي بعديها على البيت وعادي ولا في اي حاجه خالص. تمام. طب بالنسبه للاطفال الالام بيكون لها علاج في الاول ولا لا لازم عمليه جراحيه؟ مش لازم. لا طبعا لو هي لو حاجه سطحيه احنا ممكن كده كده اصلا السنان بتاع الاطفال بتبدا تطلع او تبدا تغير من 6 ل 12 سنه بالظبط. لو هو السن مثلا لو هو الضرس مثلا قرب خلاص مسوس ومبهدل وقرب من وقته اللي هو لان كل ضرس او سن ليه وقت معين انه بيطلع. يعني السنان الاماميه دي اللي فوق وتحت دي بتبدا الاول تبدل تطلع وبعد كده بيجي ورا السنان الخلفيه دي بتيجي في اخر الوقت 11 12 سنه.
تمام. لو هي مثلا سنان اماميه مسوسه في وقت او قربت من وقتها او كده، اللي هو مثلا 7 أو 8 سنين على حسب الحاله بالظبط، ممكن ساعتها نقوم خلينه، بس لازم زي ما قلت لازم احط ساعتها حافظ مسافه لو في وقت كتير. لو قدامها كتير في الحاله دي لا، يبقى نعمل بقى حشو عصب الاطفال اللي هي مختلفه عن الكبار زي ما قلنا. وبس. وممكن تعملوا طربوش طبعا. اصعب حاله شفتها في الاطفال ايه؟ اصعب حاله انا في حالات غريبه يعني، حالات مثلا بعد ما بتدي الطفل مثلا بينج هو عادي ما اطردش على الحقنه او حاجه، الاحساس نفسه بقى بتاع البينج اللي هو مثلا بقه منمل او في حاجه غريبه هنا، ده اللي بيبقى خاضدهم، يقعد يعيط ويصوت ومش عايز. خلاص يعني انت اديت اصعب حاجه انه خد الحقنه اللي هي اصعب حاجه، فبنقعد بقى نسايسه ونكلم معاه ونحاول نخليه يعني هي محور مشكلة على طول حقنة البنج. هي دي عندي مشكلة عند ناس كتير طبعا. طب يا دكتور، بنشوف مستحضرات كتير على السوشيال ميديا، ده تبيض اسنان او تنظيف جيري، تمام. المستحضرات دي بالفعل بتكون كويسة؟ بمعنى صاحبي بيكون خلطة؟ مش كلها طبعا. الاكتر اللي بتجيب فعليا زي ما قلت اللي هي بتاعت التبيض، تمام. بس مع الـ الـ الجير لا، الجير ما ينفعش مع مستحضرات او كده، لازم تدخل دكتور ويزيل الرواسب دي، لان هي بتبقى ماسكه جامد جدا، مش بسهوله. حتى الدكتور اصلا وهو بيشتغل بالجهاز اللي معاه بتبقى فيه ريزيستنس، مقاومه من الكتل دي ان هي تتكسر وتقع. تمام. نصيحه للمحافظه على الاسنان. نصيحه محافظه، اوكي. اول حاجه طبعا زي ما قلنا غسيل الاسنان باستمرار، تمام. مره الصبح ومره بالليل، واهم حاجه بتاعت بالليل دي، ولازم نعود الاطفال من صغرهم. الخيط الطبي لا يستغنى عنه، تمام. وبالذات في الحالات اللي فيها الترابيش، لان الترابيش بيبقى دايما عندها مشكله اللي جنبه بيبدا يجمع اكل، فلازم دي نستخدم معاها خيط طبي لو مش معمول طبعا الترابيش كويس قوي. والمضمضه، مضمضه باستمرار لو من الاول تمنع الرواسب الجيريه والبقع، تمام. بس طبعا ما تزودش برده زي ما قلنا 10 14 يوم كتير قوي، تمام. مجرد ما يحس فيه بقع يعني، في لو المريض شاف عنده حته غامقه في الضرس وفي وجع، يلحقه في الاول، ما يستناش لحد ما يخش المراحل اللي بعدها من وجع وورم والكلام ده كله. تمام، شكرا لك يا دكتور. عفوا. دكتور مهاب حسن، اخصائي جراحه الفم والاسنان. انتظرونا في الحلقات اللي جايه من برنامج ريشه كيرزون. السلام عليكم.